السلام عليكم، اليوم راح نوريكم كيفاه رانا رايحين ندوبو شيكولا. رانا رايحين ندوبو شيكولا بطريقه صحيحه وطريقه جيده جدا. يعني هذه الطريقه هي الصحيحه لتذويب الشوكولا. واش عندنا هنا؟ عندنا شيكولا نوار كما راكم تشوفوا فيها شيكولا كحله، شوكولا نوار تجيني داخل هنا. وثاني راح نوريكم كيفاش انا رايحين نستعملوا شيكولا تاع الحليب بشوكولا نوار، يعني بشيكولا هذه الكحله. كيفاش انا رايحين نستعملوا شيكولا تاع الحليب؟ اولا لتذويب الشيكولا، الطريقه الاولى اللي هي تذويب الشيكولا كيفاش انا رايحين نديروا. حطيت هنا الحبه تاعي تاع الشيكولا اللي راح نذوبهم. نتوما تقدروا تستعملوا اي شيكولا، يعني هذيك شوكولا الكاري اللي يجوا تقطعوا تكسروهم تحطوهم هنا داخل البول. من بعد تشدوا زبده هكذايا قس مغرفه ونص، بس مغرفه ونص زبده كما راكم تشوفوا. دوك هذه راح نحطها لداخل الميكرووند بور 30 سكوند، ولا كان ما عندكمش الميكرووند تقدروا تحطوها داخل كاسرونه وتحطوها فوق النار. وكما قلت لكم بهذه الطريقه، الشيكولا مع الزبده مغرفه ونص، تحطوها داخل كاسرونه وتذوبوها فوق النار وتقعدوا تحركوا فيها باش ما تنحرقش من التحت. نحطها داخل الميكرووند ونحطها داخل الميكرووند بور 30 سكوند، 30 دقيقه 30 ثانيه. من بعد كي نشوفها ما دابتش، اذا اشتهات ما هي انا وعيني وهي ميزاني، ولا اشتهى دابت ولا ما دابتش راح نحركها بيان سور، ولا اشتهى ما دابتش راح نزيد نعاود نرجعها 30 سكوند واحده اخرى. بصح ما نخليهاش 30 سكوند كومبليت، ما نعس فيها. فوالا راح ندوب هاد الشيكولا ونوريكم كيفاش راح تكون ولات. فوالا راهم جازو 30 سكوند اللي هي 30 ثانيه. كما قلت لكم الشيكولا تاعي راهي دابت، يعني نتوما الكميه اللي عندكم اسمحوا لي، يعني الزبده راحين تستعملوها على حسب الكميه اللي عندكم. ولا عندكم كميه قليله تقدروا تستعملوا مغرفه ولا نص مغرفه، وكيما ولا عندكم كميه كبيره تقدروا تزيدوا تستعملوا لها يعني ملعقتين ولا ملعقه ونصف على حسب الكميه تاع الشيكولا اللي عندكم. فوالا الشيكولا تاعي كيما راكم تشوفوها. دوك هذيك الزبده راح تطول لها لا جوري تاعها تاع باش تيبس، هكذا ما حاش تيبس كامل باسكو هذيك الزبده هي اللي ترطبها ترجعها رطبه. كما قلت لكم هذه الطريقه كيفاش نذوبوا الشيكولا، الطريقه الصحيحه. يعني ماشي كاين اللي يستعملوا الماء، كاين اللي يستعملوا لها الحليب، كاين اللي يستعملوا من بعد تبدا تيبس تمتم تيبس. نو، هذه الطريقه الافضل. فوالا كما راكم تشوفوا فيها، قلت لكم خليتها غير 30 سكوند. نتوما في النار تبداو تذوبوا فيها حتى تشوفوها راهي تذوب، من بعد تنحيوها كي ترجع هكذايا شغل سائله. دوك راح نوريكم كيفاش راح نرجعوا الشيكولا الشيكولا الكحله راح نرجعوها شيكولا تاع الحليب. راح نحطوا الشيكولا تاعنا هنا، الشيكولا الكحله كما تشوفوا اللي استعملناه هنايا يعني. نفس الشيء راح نزيدوا لها الحليب باش هكذا راح تولي لا كولور تاعها كلير، ميم لوغو تاعها هذيك هذيك المروريه تاع هذيك الشيكولا راح تولي راح ترجع تهبط شويه، ما تقعدش هكذاك يعني ما تقعدش الاخر اللوغو تاعها هكذاك مواسي. فوالا كيما راكم تشوفوا الحليب راني نزيد لها قيس نص كاس، راح نزيد لها شويه هكذا. دوك هذه كيما تعرفوا الشيكولا تاع الحليب سكري، راح نزيدو لها نص مغرفه تاع سكر كلاص باش هكذا ما تجيش مره، باش تجي بنينه باش تجي سكري. فوالا راح ندير لا ميم شوز كيما درت لهادي لهاد الشيكولا نوار، راح نديرها داخل الميكرووند، راح نديرها داخل الميكرووند، راح نشعلها 30 سكوند داخل الميكرووند و 30 سكوند. من بعد ابري 30 ثانيه راح تزيد تخرجنا كيما هذه. ولا ما عندكمش الميكرووند تقدروا تسخنوها فوق الكوشه، تحطوها داخل الكاسرونه وتسخنوها فوق الكوشه. كيما قلت لكم هذه شيكولا تاع الشوكولا الكحله شوكولا نوار، انا رايحين نستعملوها شغل شوكولا حليب، يعني انا رايحين نديغراديو لها لا كولور تولي مارون كلير وميم لوغو تاعها يولي سكري. زدنا لها الحليب هاد الكمية، هادي قص نص كاس حليب على حسب الكمية تاع الشيكولا اللي تستعملو. يعني أنا رصدت لها نص كاس حليب على باش عندي هنا نص بول تاع شوكولا، يعني على حسب الكمية تاع الشوكولا اللي تستعملو. وزدت لها نص مغرفة تاع سكر كلاص. دوكا راح نحطها داخل الميكرووند 30 ثانية باش نذوبها.
نرجع لكم مور ما تذوب ان شاء الله. فوالا انا لحقتها من الميكرووند كما راكم تشوفوا لا كولور تاعها راهي ديفيرونت، هذه راهي تبان كلير ملي شافوا لكم تشوفوا تري بيان، هذه شوكولا نوار وهذه شي كولور كلير راهي تبان شويه مارون كلير عليها. يعني نتوما تحبوا تزيدوا لها الماء سمحوا لي، تزيد تحبوا تزيدوا لها الحليب تقدروا تزيدوا لها. المهم الان راح نزيد لها الزبده باش تقعد رطبه، هذه كي نحبوا نذوبوا الشوكولا راح نزيدوا لها الزبده باش تقعد رطبه، ولا حبيتوا ما تذوبوهاش ما نزيدوا لهاش الزبده، يعني ولا حبيتوا برك ترجعوها شغل شوكولا ما نزيد لهاش الزبده. نزيد لها زبده مازالها شويه سخونه، هذيك مازال شويه هذيك الشوكولا هنا سخونه، نزيد لها الزبده دوكا. ولا كي تكونوا في الكاسرونه راكم تحركوا فيها تقدروا تزيدوا لها زبده، يعني كي تذوب هذيك الشوكولا زيدوا لها الزبده لداخل. فوالا دوك انا هذه راني زدت لها نص مغرفه زبده، هذيك الشوكولا تاع الحليب اللي راني خدمت، الشوكولا تاعي الكحله اللي راني رجعتها شوكولا تاع الحليب، زدت لها كما قلت لكم نص كاس حليب، نص مغرفه سكر كلاص، وزدت لها الزبده وحطيتهم داخل الميكرووند وخليتهم يذوبوا. ولا ما عندكمش ميكرووند تقدروا تحطوهم داخل الكاسرونه وتحطوهم تذوبوهم فوق النار. فوالا هذه الطريقه الثانيه كيفاش راح نرجعوا شيكولا تكون اللون تاعها باش تكون هي كيما الشوكولا تاع الحليب. دوكا راح نفرقها هنا باش تشوفوا الفرق، لانه في هاد لي بول هادو ما حاش تشوفوا الفرق بين الشيكولا الكحله والشيكولا. الشيكولا هاد تاع الحليب ان شاء الله تكونوا راكم تشوفوا الفرق بيناتهم، باسكو انا راني نشوف الفرق كبير بيناتهم، وحده راهي بينا بليك نوار وحده راهي كلير. دوك راح نوري لكم كيفاش تخبيو هذيك الشيكولا كي تفضل لكم، مثلا تكونوا درتوا الحلوه ولا وفضلت لكم شيكولا كيفاش راكم رايحين تخبيوها كي تفضل. لازم لكم علب اللي يكونوا يمشوا مع الميكرووند، يعني علب تاع بلاستيك ولا زجاج ولا تاع هكا تاع هذا الالومنيوم هادو اللي يمشوا مع الميكرووند، تحطوهم لداخل تغطوهم تخبوهم داخل في الفريجيدار، كي تجو تستعملوهم تنحوهم تحطوهم داخل الميكرووند وتذوبوهم، يعني بلا ما تزيد لهم الزبده. تحبوا تزيد لهم الزبده زيد لهم غير شويه زبده، يعني نص مغرفه زبده وخلاص. ولا ما عندكمش الميكرووند الطريقه كيف كيف، يعني نفس الشيء تقدروا تحطوهم داخل علبه تاع بلاستيك ولا زجاج ولا هكايا، اللي من بعد كي تنحوهم تزيد تحطوها داخل هذيك الكاسرونه تاعكم، تحطوها داخل كاس تنحوها من هذيك العلبه تحطوها داخل الكاسرونه، ولا ما تنحاتش تقدروا تحطوا الماء داخل الكاسرونه وتحطوه فوق الفرنو، وهذه تحطوها من فوق باش هكذا يفور عليها هذاك الماء تذوب هذيك لافابور تاع الماء هذاك سخون. انا راح نخبيها هنا باسكو انا ما حاش نستعملها اليوم، درت لكم لا فيديو برك باش نوريكم كيفاش. دوك انا هذه راح نخبيها داخل الفريجيدير، من بعد نهار نجي باش نسحق نستعملها. جمدش كومبليتمون، راح تكون جامده غير شويه حكمه غير شويه روحها، ما تحاش تولي جامده كيما كانت جامده من قبل. من بعد راح نعاود نستعملها ونوري لكم واش راح نديروا بها ان شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الكيفيه تاع اليوم، ولا عجبتكم عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في القناه تاعي هكا باش يلحقكم جديد ان شاء الله. السلام عليكم.